كشف الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السياده السوداني ان هناك خارطه طريق ستعمل الحكومه في الفتره القادمه على تنفيذها لايقاف الحرب، وتبدا الخطه بالتوصل لايقاف اطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع. خلال جولته وفي لقاءاته مع القوى السياسيه والمجموعات المدنيه السودانيه والاعلاميين والمواطنين السودانيين في الخارج الذين اجبرتهم ظروف الحرب لمغادرة البلاد استعرضت وناقشت تفاصيل خارطة الطريق التي تتعمل حكومة السودان في الفترة القادمة من أجل تنفيذها لإيقاف الحرب تبدأ خارطة الطريق بالتوصل لوقف إطلاق نار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة وتحديد مواقع تجميع قوات الدعم السريع المتمردة بعيدا عن المناطق المدنية للفصل بين القوات والتزام بعدم تعرض المواطنين لخطر الاقتتال، وذلك حتى تكتمل عملية وضع إجراءات خارطة طريق الترتيبات الأمنية لتلك القوات، ويعقب ذلك بداية العملية الإنسانية بإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في المناطق المتضررة من الحرب. ستعقب هذه الخطوات الشروط في تصميم عملية سياسية شاملة تضم جميع القوى السياسية المدنية الراقبه والمهتمه بتاسيس الدوله السودانيه ويكون الهدف منها هو مخاطبه القضايا التاسيسيه للدوله السودانيه من اجل بناء نظام دستوري وسياسي مستقر وابتعاد القوى السياسيه عن الصراع حول تشكيل فتره الانتقال لتقاسم بقايه السلطه او الحكم ان طريق الانتخابات التي تقوم على اساس الدستور وتيار الشعب السوداني لقياداته يجب ان يكون هو الوحيد لتولي مقاصد الحكم ومسؤولية البلاد إن الفترة التأسيسية التي تتعقب إيقاف هذا الحرب ستكون لإنجاز مهام تتعلق بالإصلاح وإعادة الإعمار بالإضافة لتحية البلاد لممارسة سياسية راشدة تؤسس لبناء دولة سودانية في السودان ايضا اعلنت القوى الموقعه على الاتفاق الاطاري في البيان الختامي لاجتماعها في العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا انها اتفقت على رؤيه شامله لانهاء الحرب واعاده تاسيس الدوله السودانيه. بيان القوى اشار الى ان الحرب يجب ان تنتهي عبر حل سياسي سلمي والتاسيس لنظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي على كل المستويات. كما اتفقت القوى على بناء جيش واحد قوي يعكس تنوع السودان ويخضع للسلطه المدنيه بالاضافه الى ضروره انشاء مرصد مستقل يرصد الانتهاكات التي حدثت في الحرب وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي تم الاتفاق على مشروع شامل لاعاده الاعمار واعداد خطه اسعافيه لما بعد الحرب كما تضمن البيان التخطيط لاعاده النازحين واللاجئين لاماكنهم وانشاء صندوق لتعويض ضحايا الحرب يمول من الدوله بحث الاجتماع أنجع السبل لإنهاء الحرب والتدابير اللازمة لبناء جبهة مدنية عريضة تضم كافة القوى الرافضة للحرب والداعمة للتحول الديمقراطي وتصميم عملية سياسية جديدة ذات مصداقية وشفافية تخاطب جذور وأسباب الحرب وتداعياتها ومآلاتها أدان الاجتماع الجرائم الجسيمة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي نتجت من هذه الحرب اثنين شدد الاجتماع على ضرورة وقف جميع أنواع الانتهاكات فورا وإجراء تحقيق مستقل حولها يحدد المنتهكين ويحاسبهم مع اعتماد آليات فاعلة لإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناء وجبر الضرر ودعا الاجتماع المجتمع الإقليمي والدولي لوضع قضية حماية المدنيين وإصالة المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين في مقدمة أجندته كما شدد على ضرورة عدم تعطيل أعمال الإغاثة والسماح بدخول العاملين فيها للسودان وعدم إعاقة عملهم بواسطة الأطراف المتقاتلة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات